حاجه جميله. كابتن جو تعليقك على احداث الشوط الثاني وتعليقك تحديدا عن الاثنين المديرين الفنيين اللي امتعونا في الشوط الثاني. بص انا خليني اقول لك طبعا شوط ممتع. صحيح. شوط حصل فيه كل حاجه فنيا وتكتيكيا ولاعيبه موفقه ولاعيب بديل نازل تحس ان هو مركز. فعلا يمكن احنا قلنا حاجه بسيطه قوي، فريق نادي حرس الحدود كان مستني عمليه استثاره. والاستثاره ما جاتش من خلال فريقه هو، الاستثاره جت من هدف مقلد اللي جه في الدقيقه 50. يعني اتت الرياح بما لا تشتهي الانفس. يعني انتوا اللي يعني هم اللي سخنوا فعلا بتوع الحرس. ده هو اللي عطى الشراره فعلا. خليني اقول لك ان في حاجه عجبتني قوي من مكي، بعيدا كمان عن التغييرات، يمكن هو نزل النجيلي وده راس حربه ونزل محمود ممدوح ناحيه الشمال ومحمود ابو جوده في نص الملعب، الثلاثه جابوا الثلاث اهداف. لكن خليني اقول لك ان الهدف الاولاني نزول زيكو، يعني انت لما تيجي تتكلم فتح الله على لعيب زي عبد الرؤوف زيكو باك يمين نزل باك يمين مكان يحيى حامد، انت فريق بتهاجم. الكره دي اللي كانت ولا اروع، كانت ممكن تغير الدنيا بقى. كانت ممكن تبقى ليها دور في تغيير نتيجه المباراه. صحيح. لكن هي الفكره انا بكلمك ان زيكو لما نزل عبد الرؤوف زيكو، انت فريق عايز تكسب وعايز تهاجم، انت ازاي بتنزل باك يمين مكان باك يمين؟ الكره دي مش عارف امسك لساني. كابتن ميدو قال لك المفروض يتحسب جون. المفروض من جمالها وروعتها واستلامه ودورانه واللي فيها كله. بص انا بقول لك هي كانت حلوه قوي. فالفكره قبل النقطه دي ما تضيع مني يا كابتن فتح الله، زيكو نزوله زي ما بقول لك يا ميدو بينزل باك رايت في الدقيقه 53 وهو لسه ما خسران 1-0. فاي حد يقول لك انت بتطلع باك رايت وبنزل باك رايت وانت عايز تهاجم، برافو عليك يا يوسف، برافو عليك. الفكره بقى في كده، اما تشوف الجون الاولاني هو اولا نزل لعب رميه التماس، لما رديت له هو اللي عمل الكروس، يبقى هو منزله علشان هيعمل كروسات. اتقان يحيى اصلا مش باك رايت. الفكره الحلوه كمان قوي ان انا بحكم محمود ممدوح انا دربته في اسكندريه، هو اصلا بيلعب راس حربه يعني بيعرف يلعبها. فمعنى ان انا حطه هاف ليفت يا ميدو ومنزل باك رايت ناحيه اليمين، يبقى انا هعمل كور عرضيه للنجيلي علشان يدخل ويكمل محمود. اتفضل.